السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المراجعة أول حاجة هناخد في المراجعة اللي هو آخر درس في الأحياء، ففي نقط معينة لازم ناخد بالنا منها. أول حاجة إن بتحتوي كل نيوكليوتيدة على قاعدة نيتروجينية واحدة فقط، دي أول حاجة. وده بيدينا ايه؟ بيدينا ان عدد النيوكليوتيدات في جزيء الـ DNA بيساوي عدد القواعد النيتروجينية، دي نمرة واحد. نمرة اتنين بيدينا ان عدد النيوكليوتيدات المحتوية على قاعدة مثلا قاعدة الأدينين بتساوي عدد النيوكليوتيدات المحتوية على نمرة واحد. نمرة اتنين بدينا ان عدد النيوكليوتيدات المحتوية على قاعدة مثلا قاعدة الأدينين بتساوي عدد النيوكليوتيدات المحتوية على قاعدة القاعدة النيتروجينية الثيامين، لان عندنا الأدينين هو بيرتبط بالثيامين، والرابطة بين الأدينين والثيامين رابطة برابطتين هيدروجينيتين، أي رابطة ثنائية. بينما عدد النيوكليوتيدات في جزيء الـ DNA في المحتوي على قاعدة الجوانين بيساوي عدد النيوكليوتيدات المحتوية على قاعدة القاعدة النيتروجينية السيتوزين. وعندنا السيتوزين والجوانين دول بيبقى بينهم الارتباط بينهم سيتوزين والجوانين او تكامل او ارتباط، والرابطة هنا رابطة ثلاثية هيدروجينية. بعد كده عندنا مجموع القواعد النيتروجينية البيورينية بيساوي مجموع القواعد النيتروجينية البريميدينية، يعني معناه ان السيتوزين مع الثيامين بيساوي الادينين مع الجوانين، او الجوانين مع الثيامين بيساوي السيتوزين مع الادينين. وتتكون كل لفة على الشريط الواحد لجزيء الـ DNA. احنا معروف ان جزيء الـ DNA شريط مزدوج، فالشريط الواحد اللي هو الفرد منهم في الـ DNA بيتكون اللفة بتتكون من 10 نيوكليوتيدات، وبالتالي بتتكون من كم قاعدة نيتروجينية؟ برضو من 10، ده في الشريط الواحد. لكن اللفة نفسها على اللولب المزدوج، يعني شريطين مع بعض، فيكون جزيء الـ DNA في اللفة بيتكون من كام؟ من 20، لأنه شريطين ملتصقين في بعض عاملين زي السلم، يبقى 20 نيوكليوتيدة. أي أن عدد اللفات على شريط المفرد لجزيء الـ DNA بيساوي قد إيه عدد اللفات على الشريط المفرد لجزيء الـ DNA، وليكن عندنا مثلا 9000 8000 90000 أي حاجة، فتروح قاسم على 10، قاسم على 10 طالما شريط، قال لك شريط مفرد. لكن عدد اللفات على اللولب المزدوج نفسه، على اللولب المزدوج نفسه، يبقى هنقسم عدد النيوكليوتيدات على 20، على 20. بعد كده عندنا في الشريط الـ mRNA، في شريط الـ mRNA القاعدة النيتروجينية اليوريسيل أو اليوراسيل بدلا اللي هي اليو بدل من الثيامين، بدلا من القاعدة النيتروجينية الثيامين اللي هي التي في شريط الـ DNA، في شريط الـ DNA بتبقى تي، لكن في الـ mRNA بتبقى يو. النتيجة إن قاعدة الأدينين في شريط الـ DNA بتبقى تي، لكن في الـ mRNA بتبقى يو. النتيجة إن قاعدة الأدينين في شريط الـ DNA بتتزاوج مع قاعدة اليوراسيل في الـ mRNA. طيب
وقاعدة القاعدة الجوانين في الدي ان ايه تتزاوج مع قاعدة الجوانين في الار ان ايه وقاعدة السيتوزين تتزاوج مع الجوانين، وقاعدة الثيامين في الدي ان ايه بتتزاوج مع قاعدة الادينين في الار ان ايه. يبقى الاختلاف الوحيد بين الدي ان ايه والار ان ايه اللي هي الثيامين بتبقى يوراسيل، يعني قاعدة الادينين في الدي ان ايه بتتزاوج مع اليوراسيل، لكن الثيامين في الدي ان ايه بتتزاوج طبيعي مع الادينين. عند نسخ حامض الام ار ان ايه من شريط الدي ان ايه لابد ان يكون شريط الدي ان ايه اللي هيتنسخ اللي هو بنسميه القالب هيكون في اتجاه من 3 ل 5، في اتجاه من ايه؟ من 3 ل 5. ليه؟ عشان الناتج يطلع من النسخ اللي هو الام ار ان ايه يكون بناؤه في اتجاه من 5 ل 3، يكون في اتجاه من ايه؟ من 5 ل 3. نمرة 2، عندنا الكودون. الكودون معروف انه 3 نيوكليوتيدات على شريط الام ار ان ايه، وبالتالي يكون عدد الكودونات، عدد الكودونات بيساوي قد ايه في شريط الام ار ان ايه؟ بيساوي مجموع النيوكليوتيدات الموجوده على الام ار ان ايه ونقسمها على 3 هيدينا عدد